طيب دكتور سامي، ذكرت أن الخطط المقترحة أو التي وضعتها وزارة الحكم المحلي مرتبطة بالتعليم، بالصحة، بالبنية التحتية. ماذا بشأن التشغيل أيضا مع توقف كافة الأنشطة الاقتصادية، فقدان تقريبا كل الغزيين لفرص عملهم وأنشطتهم الحياتية؟ وهذا أدى للتراجع أيضا القوى الشرائية من جهة، حتى تراجع إيرادات المحليات أيضا. دكتور سامي. نعم، هذا موضوع مهم وسؤال مهم جدا. في الواقع هناك حوالي نصف مليون عاطل عن العمل حاليا في فلسطين بشكل عام، منهم 300 ألف في قطاع غزة و200 ألف في الضفة الغربية بسبب الحرب. الحرب تركت تداعيات كثيرة جدا حتى على الضفة الغربية، بحكم أن هناك جزء كبير من أبنائنا في الضفة الغربية كانوا يعملون داخل الخط الأخضر، الآن هم عاطلون عن العمل. وأيضا في قطاع غزة هناك عدد كبير جدا من أبناء القطاع الذين تعطلت أعمالهم. هناك برامج اسمها برامج التشغيل، تم الحديث عنها مع المانحين، ونحن كوزارة حكم محلي ومن خلال صندوق إفراد البلديات وتطوير البلديات الذي تحدثت عنه قبل قليل، سيتم هناك عمل مشاريع صغيرة تضمن التشغيل، يعني عملية إعادة الإعمار سيكون من خلالها أيضا برامج تشغيل للعاملين من أجل أن يعودوا إلى أعمالهم ويستطيعوا أن توفير قوت أبنائهم. إن شاء الله هذا أيضا موجود في الإسبان. وهناك ايضا يعني انا يعني تفاوض او جلست مع احد المانحين الدوليين قبل فتره بسيطه جدا، وكان هناك توجه ايجابي جدا للمشاركه في دعم برنامج التشغيل. ان شاء الله هذا الموضوع موجود ضمن خطط وزارتنا لقطاع غزه. دكتور سامي، أتيت أكثر من مرة على ذكر دور المانحين الدوليين، وإلى أي درجة التعويل على دور المنظمات الدولية المانحة للدولة الفلسطينية أو للسلطة الفلسطينية في ظل شح الموارد من جهة، وأيضا هذه البلطجة التي تمارسها قوات الاحتلال وحكومة الاحتلال باقتطاع أموال المخصصة للسلطة الفلسطينية. هل الأمر يقتصر فقط على المنح المادي أو تقديم دعما نقديا، أم أن الأمر قد يتطور أيضا إلى برامج لتقديم التدريب واقتراح أيضا خطط تنموية للنهوض بحياة الفلسطينيين؟ كما تعلمون، منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في منتصف التسعينات من القرن الماضي، هناك دائما يعني دور كبير للمانحين في دعم الاقتصاد الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية. في هذه المرحلة الصعبة بالذات، وفي ظل ما تقوم به حكومة الاحتلال من مصادرة لأموال السلطة الفلسطينية وأموال المخصصة، وهي الجمارك التي تتقاضاها حكومة إسرائيل مقابل البضائع التي تصل إلى داخل الأراضي الفلسطينية من خلال المعابر والمحامي الإسرائيلي، مصادرتها لهذه الأموال وضعت السلطة الوطنية الفلسطينية وخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية في مأزق حقيقي. وبالتالي يعني التعاون مع المانحين سيكون على كافة الصعد، هو دعم خزينة الدولة بالإضافة إلى دعم المشاريع، دعم تمويل مثلا أعمال التدريب، شراء الآليات والمعدات. وخصوصا عندما نتكلم عن قطاع غزة، سيكون هناك ضرورة كبيرة جدا لتمويل سواء التدريب أو شراء المعدات والآليات وإعادة بناء القدرات بشكل عام. يعني المانحين سيكون لهم كما هو لهم منذ فترة طويلة دور كبير في مساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية بإعادة الأمور إن شاء الله لما كانت الأمور عليه والتقدم. ويعلم الجميع أن الشعب الفلسطيني لديه من القدرات ولديه من الكفاءات ولديه من القدرات ما يمكنه من القيام بكل شيء. لو لم يكن هذا الاحتلال موجوداً